أقدم مجموعة من ساكنة الضواوير التابعة لجامعة تايناست بإقليم تازا على إرغام المقاول المكلف بإنجاز طريق يربط بين مركز جامعة تايناست وضواورها على بعد 19 كيلومتر أرغمت المجموعة على التوقف وطالبت مسؤولي مندوبية التجهيز والنقل بتازا القيام بزيارة عاجلة لمكان الأشغال للوقوف على ما وصفته ساكنة الضواوير المذكورة بالاختلالات التي تشوب إنجاز الطريق والعمل على معالجتها حتى لا تتفاقم الأوضاع أكثر. سعيد بقلول. أشارت المصادر من ساكنة الضواوير المحتجة بجامعة تايناست في تازا إلى أن حلم إنجاز الطريق وفك العزلة عن ما يناهز 8000 نسمة أضحى بمثابة كابوس يؤرق بال ساكنة الضواوير المذكورة، وذلك نتيجة تراكم عدة مشاكل والتي ارتبطت بإنجاز الطريق، حيث تضررت ممتلكات الساكنة مباشرة عند انطلاق الأشغال، خاصة الأشجار المثمرة والأراضي الزراعية التي تعتبر مصدر عيش السكان الرئيسي بالمنطقة الجبلية بفعل أشغال الجرافات التي كانت تهدم الأشجار والأتربة وتقوم برميها على أراضي الناس وممتلكاتهم بشكل عجوائي دون رقيب أو حسيب. وأضافت المصادر ذاتها بكون الطريق موضوع الاحتجاج بدأت تظهر عليها عيوبا كثيرة قبل نهاية الأشغال، منها قناطر بدأت في الانهيار وجنباتها بدأت تتآكل مع استعمال المقاول رمال الأودية المليئة بالأحجار الكبيرة لتغطية الطريق. وحملت الساكنة المسؤولية إلى الجهات المسؤولة من مجلس جماعي وسلطات محلية ومديرية التجهيز بتازة، مطالبة إياهم بالقيام بزيارة ميدانية لورش إنجاز الطريق وبإلزام المقاول المكلف بإنجاز المشروع بالالتزام بدفتر التحملات بالحرف. عبد الرزاق منصور رئيس جماعة تايناست يوضح: احنا بالنسبة لنا ذاك المقاول جا باش يهز واحد مجموعة ديال الرمال باش أنه يقوم بتكسية ديال ذاك الطريق، فإذا به ذاك الرمال غير صالحة بتاتا باش يمكن أن هذا الطريق أن تخدم بذاك الطريقة هذه، وعطيت أمر المواطنين على أساس باش يقوموا بتوقيف ذلك المقاول بحجة أن تلك الرمال غير صالحة، لأن لا يعقل أن رئيس جماعة يعطي أمر للمواطنين بتوقيف المقاول وبالتالي يهددهم، في حين أن المطالب المواطنين ديال الدوار الهمولة هي مطالب مشروعة وصحيحة، وقمت بزيارة لعين المكان صحبة قائد قيادات ديال تايناست وتبين بأن بالفعل أن تلك الرمال غير صالحة بتاتا لإشغال بها في تلك الطريق. يشار إلى أن الطريق موضوع الاحتجاج لا زالت الأشغال بها متوقفة إلى حين معاينتها من قبل إقليمية مختلطة للوقوف على ما وصفته الساكنة المحتجة بالاختلالات. سيد بقلول، تونات.